إذن الآن سنذهب إلى فلسطين بنفس الموضوع، أحاديث العيد هناك، كيف كانت أيام عيد الأضحى المبارك على أهلنا في الضفة الغربية على وجه التحديد؟ وأيضا يعني سنتحاور مع زميلنا محمد الأطرش عن العيد بعموم فلسطين من خلال معلوماته ومن خلال اطلاعه. نرحب بداية بزميلنا محمد الأطرش، كل عام وأنت بخير محمد. كل عام وأنت بخير ينال، كل عام والمشاهدين الكرام دائما بكل الخير، وأهلا بك ينال. بدنا هيك محمد تحطنا بصورة العيد في فلسطين، كيف كانت أيام العيد؟ ما هي أحاديث العيد بالنسبة لأهلنا في الضفة الغربية؟ نعم، بكل تأكيد بداية كل عام وأنت بكل الخير مرة أخرى ينال والمشاهدين الأفاضل. هذا العيد يبدو مشابه إلى حد كبير لعيد الفطر، خاصة وأنه تزامن مع اشتداد أزمة كورونا. المرة الماضية كان عيد الفطر طبعا يواجه فيه الفلسطينيون الموجة الأولى من فيروس كورونا، هذه المرة نواجه الموجة الثانية من هذا الفيروس. كان هناك مناشدات حكومية بضرورة أن يكون هناك التزام عالي بالإجراءات الوقائية، خاصة وأن الحكومة الفلسطينية في الآونة الأخيرة يبدو أنها فقدت السيطرة على محافظات مختلفة، أبرزها محافظة الخليل والقدس بسبب تفشي وباء كورونا بشكل كبير، وكذلك الأمر ظهور مجموعة من العوارض التي دفعت الناس حقيقة إلى عدم إجراء الفحوصات. بالتالي كان هناك مجموعة من القرارات التي تمثلت بإغلاق محافظات الضفة الغربية ومنع التنقل بين المحافظات المختلفة، إلى أن نسب الالتزام قد تكاد تكون طفيفة، ويبدو أن الحكومة الفلسطينية أرادت ذلك، فهي لم تضغط على الناس الذين توقفت أحوالهم منذ شهر مارس أذار هذا العام وحتى يومنا هذا، سمحت للتجار بممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وكذلك الأمر افتتحت المحال حتى الساعة 12 ليلا، وكذلك الأمر سمح للمواطنين بالتنقل بسياراتهم الشخصية من خلال ارتداء طبعا الكمامات، وفرضت قيود مشددة على هذه الإجراءات تحديدا، وفرضت مجموعة من المخالفات. كل ذلك دفع الناس حقيقة ينال إلى التوجه نحو حالة التعايش التدريجي مع هذا الفيروس. كان هناك صلاة في الساحات العامة وملاعب المدارس تحديدا، خاصة ونحن نتذكر جيدا ما حصل العيد الماضي حينما أعلنت الحكومة الفلسطينية عن إغلاق محافظات الضفة الغربية، وحتى بالتزامن مع صلاة العيد الناس نزلوا إلى الشوارع وأدوا الصلاة على الرغم من قرارات الحكومة الصارمة في ذلك الوقت. بالتالي الحكومة الفلسطينية لم طبعا تعيد الكرة هذا العيد، واتخذت إجراءات إلى حد كبير تنزل عند رغبة الشارع الفلسطيني، على الرغم بأن طبعا عيد الفطر كنا نواجه قرابة 600 حالة، اليوم قرابة 8000، ونحن نتحدث عن آلاف من المصابين ومئات من المتعافين بشكل يومي. بالتالي كان حديث الناس في الاقتصاد بدرجة أساسية، لك أن تتخيل أن الاقتصاد الفلسطيني الذي تعرض لانتكاسة كبيرة في الستة أشهر الماضية، من يدفع الثمن اليوم هو القطاع الخاص بدرجة أساسية، وكذلك الأمر القطاع العام الذي توقفت رواتبه منذ 3 أشهر بسبب الظرف السياسي ووقف الاتفاقيات والعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الأمر يعني نتحدث عن إشكالية متجذرة في الاقتصاد الفلسطيني نتيجة هذين العاملين، قطاع خاص مترحل ويعاني الأمرين ويعاني من أمراض عديدة نتيجة توقف المصانع والمنشآت والمحال التجارية وحتى المنشآت الصغيرة، متوقف منذ 6 أشهر بفعل هذه الإجراءات المفروضة، وقطاع عام يعني لا يتلقى رواتب. بالتالي الاقتصاد الفلسطيني تعرض لهزتين قويتين، الناس في هذا العيد طقوسها اختلفت إلى حد كبير، اختصرت طبعا طقوس الأعياد على التقليل من الطقوس التي
كان مبالغ بها إلى حد كبير في الأعياد الماضية. نسبة الأضاحي يبدو أنها لم تتجاوز 25% عن نسبة الأضاحي التي كانت في الأعوام السابقة، وهذا نتيجة مجموعة عوامل أبرزها كذلك البعد الاقتصادي والأمر الذي يتعلق بموضوع الإشكاليات السياسية التي يواجهها الفلسطينيون مع الاحتلال بفعل وقف الاستيراد وغيرها من التفاصيل. بالتالي حاول الفلسطينيون أن يبتدعوا ويبتكروا أساليب جديدة لطبعا هذا العيد، لكن يبدو أن هناك غصة ظلت في طبعا صدورهم نتيجة الظروف القائمة سياسيا واقتصاديا. شهدنا في أيام العيد أن هناك كان توجه لدى الفلسطينيين في محافظة الضفة الغربية نحو الداخل المحتل باتجاه يافا وعكا وحيفا وأراضينا التي احتلتها إسرائيل عام 48. الفلسطينيون لجأوا إلى التهريب كمتنفس حتى يصلوا إلى هذه الأراضي. تحكينا محمد يعني هاي الرحلات يعني بتكون قانونية مش قانونية؟ قلت تهريب، يمكن ذكرت محمد، كيف بتتم هذه الأمور؟ ويعني ساكن الضفة الغربية من الفلسطيني هل مسموح له أن يذهب إلى يافا وحيفا وعكا؟ تتخيل المشهد، إذا أردت أن تشاهد البحر وأنت في وسط عمان، إما أن تتجه إلى العقبة أو إلى البحر الميت، ستسلك من خلال سيارتك أو من خلال أي وسيلة نقل أخرى، أليس كذلك؟ ستعتبر أن هذه رحلة استجمام هادئة، لكن الفلسطيني اليوم يتوجه إلى طرق التفافية ويعبر الحدود التي أقامتها دولة الاحتلال بشكل أشبه ما يكون بالتهريب، تهريب البشر الذين تجاوزوا كل الأسلاك الشائكة، تجاوزوا الجدران العالية التي وضعها الاحتلال، الحدود الوهمية التي صنعها الاحتلال بعد احتلاله للأراضي الفلسطينية، وذهبوا للاستجمام. هذا الاستجمام الذي لربما تداخل في شكله المغامرة إلى حد كبير، حينما تمسك إسرائيل أي فلسطيني وتضبط أي فلسطيني أثناء محاولة الدخول إلى الأراضي المحتلة فإن مصيره السجن. بالتالي من أراد أن يذهب إلى حيفا ويافا وعكا، إما أنه حصل على تصريح وهم نسبة قليلة إلى حد كبير، أو أنه دخل من خلال طرق التفافية كما يسلك عمال فلسطينيون يعملون في الداخل المحتل بشكل يومي وبشكل مستمر. البعض كان يرى أن الاحتلال أراد التنفيس عن الفلسطينيين، وطبعا مع التحفظ على ذلك باعتبار أن هناك ضغوط كبيرة يعيشها الفلسطيني سياسيا واقتصاديا، بالتالي ترك المجال جزئيا لدخول بعض الفلسطينيين إلى هذه المناطق حتى طبعا ينفسوا عن أنفسهم. ونحن نعلم أن الأردن كانت هي المتنفس الأبرز في مرحلة من المراحل، دول في الإقليم الفلسطيني كان يلجأ حقيقة بسبب التقارب الاجتماعي مباشرة إلى الأردن أو إلى تركيا أو إلى غيرها من الدول كمتنفس فترة العيد ويستغل هذه الإجازة. اليوم الظرف يختلف اقتصاديا وحتى صحيا، لا يمكن طبعا أحد أن يتجاوز الحدود الفلسطينية الأردنية بسبب جائحة كورونا، لم يجد الفلسطيني مفر إلا السياحة الداخلية، وإن شاب هذه السياحة شيء من المخاطرة. من دخلوا هذه التجربة عبروا عن سعادتهم البالغة حينما تجاوزوا كل المخاطر ودخلوا إلى يافا وعكا وطبرية وغيرها من المدن التي رأيناها بالصور، ولم يكتب لنا القدر حتى اللحظة أن ندخلها بسبب الاحتلال وبسبب اغتصاب الاحتلال لهذه الأرض. الفلسطينيون الذين كانوا يقفون على شط يافا ويشتمون عبق البرتقال وأشجار يافا كانوا يعلمون تمام العلم أنهم في أرضهم التي سلبها الاحتلال، كانوا يعيشون اللحظة بكامل السعادة والفرح، لكن الحسرة تتسلل إلى دواخلهم
في كل حين حينما يعلمون أنهم في ذات المساء سيعودون إلى محافظاتهم، إلى بيوتهم، ويتركون هذه البلاد التي اغتصبها الاحتلال منذ أكثر من 70 عاما. المختلف ينال هو محاولة البحث عن الشكل الجديد للفرح على الرغم من كل الظروف القائمة. المختلف هو البحث عن سبل جديدة للتنفيس عن الفلسطيني. هذه الرسالة التي رآها البعض إيجابية إلى حد كبير حينما يبدأ الفلسطيني في ابتكار حقيقة الشكل الأنسب للتعبير عن سعادته وفرحه وعيشه لحظته في هذا العيد على وجه الخصوص. جميل. يعني بدي أختم معك شوي سياسي محمد. خلال يعني قبل أيام أسابيع كان حديث موضوع الضم هو الحديث الأبرز على الإطلاق في الداخل الفلسطيني وحتى في الأردن، ويعني ملف رئيسي على المستوى الإقليمي. هل ما زال هنالك حديث ولا موضوع التأجيل يعني برد القصة؟ كيف هو الاهتمام الشعبي بهذا الملف؟ وموضوع أيضا المصالحة، هل يعني يذكر في مجالس الفلسطينيين ولا أصبح موضوعا مملا يعني؟ نعم، فعليا الضم بدأ منذ بداية تموز، أو إذا أردنا أن ندخل بتفاصيل أعمق سنقول أن الضم بدأ منذ أن وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والاحتلال ماض بمشروعه القديم الجديد وبدأ بتنفيذ خطوات فعلية على الأرض من خلال مجموعة من الشواهد خاصة في منطقة الأغوار. اليوم الفلسطيني يدرك تماما أن الأمر يرتبط طبعا فقط بمسألة وقت. بمعنى آخر، على الأرض الاحتلال ماض في مشروعه، وإن حاول أن يسوق للعالم وللإقليم أنه لم يبدأ فعليا بالضم، لكن هو قال أن الضم يحتاج إلى بضع سنوات. ما يؤثر على الاحتلال أمرين، الأول هو البعد الدولي والآخر البعد الفلسطيني الداخلي تحديدا. في البعد الدولي هناك دول عربية ودول أوروبية تضغط على إسرائيل باتجاه أنهم قد لا يستطيعوا ضبط إيقاع شعوبهم إذا ما أقدمت إسرائيل على خطوة غير محسوبة بهذا الاتجاه. الولايات المتحدة الأمريكية التي تعطي لإسرائيل الضوء الأخضر بهذا الموضوع يبدو أنها مترددة إلى حد كبير، وتطلب من إسرائيل الانتظار لحين إجراء الانتخابات الأمريكية وتمديد فترة ولاية. نعم محمد، يمكن صوت يمكن شبكة الإنترنت ما خدمتنا، ما أعرف من عندنا ولا من عند محمد، من عند مثنى الغرائب ولا بعرفش من وزارة الاتصالات الفلسطيني. عاد معنا محمد. محمد سمعني؟ طيب، برضو ما زالت يعني الصورة أو الصوت منقطع. على كل حال إذا تسنى لنا المجال سنعود. ولم آخر محاولة. محمد سمعني؟ طيب خلاص سنكتفي إذن. يعني إحنا كنا في الخواتيم مع محمد، وربما الأفكار أصبحت يعني واضحة. هكذا كان العيد في الأردن والعيد في فلسطين. بحكوا لي الزملاء معنا ولا مش معنا؟ خلاص، إذن هذا هو العيد في الأردن والعيد في فلسطين. هذه الأحاديث الأبرز على يعني مستوى الضفتين، ونحن بلد حقيقة نعتز بأردنيتنا وبمملكتنا، ونعتقد أن فلسطين هي جزء ليس فقط من يعني هي حدود، وإنما من روح ومن قلب ووجدان. لذلك يعني حببنا أيضا نطمئن على الأحوال هناك على كل المستويات الاجتماعية والسياسية، وكيف كان العيد في فلسطين الحبيبة. سنذهب الآن إلى فاصل، ثم نعود لنسلط الضوء على مجموعة من الملفات محليا، وأيضا ملف مهم على المستوى اللبناني، ويعني انفجار ضخم جدا تعرضت له العاصمة بيروت. كل ذلك بعد الفاصل. We'll be right back.